السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة دكان فن. هنعرف ازاي نركب المسدس السيليكون والأنبوبة بتاعة السيليكون دي. طبعا عشان بنستخدمها في الصب الحر، هنعمل فيديوهات لصب حر للناس اللي هي ما عندهاش قوالب او مش متوفرة عندها، او عايزة تعمل تصميم بشكل معين ومش موجود في قالب، فاحنا هنعمل الصب الحر بأنابيب السيليكون دي. طبعا انا عملت الفيديو ده لوحده مخصوص عشان اللي هي التركيب بالمسدس، لاني انا اول ما جبته ما كنتش عارفه اركب الانبوبه دي جوه المسدس، ولا عارفه ان انا هستخدمها ازاي. فاخدت وقت على بين ما عرفت ازاي المسدس ده يتركب، لاني معظم اللي بيشتغلوا مثلا في الريزن بنات، فمسدس السيليكون جديد عليه. مش هطول عليكم، بس لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتابعونا في باقي الفيديوهات. اول حاجه المسدس بيجي بالشكل ده، في هنا قربوا للكاميرا، هنا هو بالظبط في حديده كده، تمام. لازم اسحب العمود ده، فعشان اسحبه لورا بضغط على الحديده دي اهي بايدي واسحب العمود ده للنهايه بالشكل ده، تمام. باجي اركب انبوبة السيليكون بالشكل ده، وعايزة ارجع دي جوه المسدس لان دي هي اللي بتضغط، فاروح اجيب بدايته كده اهو، يا رب يكون واضحة اهو، واضغط عليها كده، اضغط عليها لحد نهاية، لحد ما احس ان دي نهاية الانبوبة. هي كده سبتت، تمام. وكل ما اضغط كده اهو هيرجع يثبت اكتر، وابتدي بقى اقص الجزء اللي من فوق ده. خلي بالنا احنا لو انبوبة السيليكون دي مش هستخدمها كلها، يبقى لازم احافظ على باقي السيليكون. ان الانبوبة بيجي معاها زي قمعة كده صغير، ثواني، شكله كده، تمام. ده بحاول بقدر الامكان ان انا احافظ عليه ان هو يبقى موجود. ده هيطلع لي من اول رفيع كده، لو قصيت هنا يبقى ادخن كده، ادخن كده، ادخن. لو انا ما استخدمتهوش انا هعبي ده سيليكون، هقص دي وعبي ده سيليكون واسيبه ينشف عشان اقفل بيه بعد كده الغطاء بتاع السيليكون. مش هطول عليكم، وخلي استخدامه وطريقه الصب الحر بيه هعملها لكم في فيديو تاني. بس ما تنسوش زي ما قلت لكم، لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، هو حاجة بسيطة بس البنات هتستفيد منه اكتر حاجة، لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ونشوفكم في فيديوهات الجاية ان شاء الله الصب الحر بالسيليكون الجاهز ده.